السلام عليكم، معاكم محمد أسامة على تلفزيون الوفد التعليمي. أهلا بكم شباب وبنات الإعدادية. هنشتغل مع بعض إن شاء الله منهج اللغة الإنجليزية لتالتة إعدادي. مستر أنت متأخر، مستر أنت لسه هتبدأ في يونت 1. اتقل بس، هقول لك على حاجة تريح خالص. أول حاجة تعالى ندردش الأول مع بعض ونعرف بعض، وبعدين هقول لك هنعمل إيه. بص يا سيدي، المنهج بتاعك 9 يونتس. طب يا مستر، ما انا عارف انه 9 وحدات وانت جاي تبدا النهارده. اتقل. طيب، وكمان عندك 3 chapters، عندك 3 فصول قصه. طبعا انتوا عارفين اكتر مني ان القصه بتاعتكم اسمها بلاك بيوتي، اللي هي الحصان الاسود. ماشي، عرفنا اليونتس وعرفنا كمان التشابترز. هنعمل ايه بقى؟ هنخلص امتى بقى؟ هنلحق ازاي؟ هطمنك. هنسيب لك ان شاء الله لينك تحت الفيديو. اللينك دوت او هتلاقيه كمان في صندوق الوصف بتاع الفيديو. اللينك ده يا سيدي بتاع شرح السنه اللي فاتت، برضو بتاعي بتاع ثالثه اعدادي. حلو كده؟ ايوه كده، الله يطمنك. هتلاقي يا سيدي يونت 1 ويونت 2 و3 و4 و5. طب وفين بقى اليونتس؟ هتلاقي كمان لينك تاني في حصه مراجعه كانت حوالي ساعه ونص السنه اللي فاتت، فيها المنهج كله في ساعه ونص. والله هتلاقي اللينكات ديت تحت الفيديو. طيب والقصة؟ سؤال مهم. القصة للأسف مش هتلاقيها هنا، بس هتلاقيها على قناتي، قناة خاصة اسمها Be the First، خليك الأول. أوصل إزاي؟ أنت لو عندك أي سؤال هتكتبه تحت الفيديو، هرد عليك بالأكاونت بتاع القناة. كل اللي عليك إنك تدوس على القناة هتروح على طول. طب يا مستر هنعمل إيه النهاردة؟ بكل بساطة هنشتغل النهاردة مع بعض في الفيديو دوت يونت 1 و 2. مستر هنلحق نخلص يونتين مع بعض؟ هنخلص يونتين، لان انا هعتبر ان انا براجع معاك الاهم من الشرح اللي انا هعمله معاك دلوقتي حاجتين. اول حاجه انك تنزل تشوف اللينكات على طول، او هتلاقي بلاي ليست، هتلاقي قائمه كده اهوت، قائمه فيديوهات موجوده طبعا على قناه الوفد للسنه اللي فاتت. وتاني حاجه بعد ما اعمل لك ريفيجن سريعه كده على يونت 1 و2، هنكتب الاسئله بتاعت المحافظات اللي موجوده على يونت 1 و2 ونحل ونهبد احنا الاثنين مع بعض. طب تعالى افكرك كده بيونت 1. يونت 1 انت عارف ان هو كان بيتكلم على حاجه مهمه اللي هي اللي اسمها الادفايس. يعني ايه ادفايس؟ ايوه انا عايزك، انا كده براجع مش بشرح لك بالتفصيل. مش هسيب لك حاجه في اليونت، بس هتلاقيني ايه؟ مركز في طريقه الحل اكتر، لان انت خلاص عرفت الشرح وكمان عرفت هتوصل ازاي. الادفايس يا شباب اللي هو النصيحه. حلو. قال لك في يونت 1 انت بتستخدم اول حاجه ثابته، اول حاجه بتستخدم في الادفايس بتستخدم شود. وكمان خلي بالك شود ديت لازم يجي وراها انفينيتيف، وخلي بالك عشان سؤال اللي تشوز. اشمعنى؟ انت عندك السنه دي اللي تشوز بتاعك 6 جمل، منهم واحده بس بتتكلم على الجرامر. يبقى الجرامر بتاعك في يونت 1 او في كل اليونتس هيجي لك منه واحده بس في اللي تشوزاي. يبقى اول حاجه عندك شود، هيجي بعديها شباب انفينيتيف، وكمان النفي بتاعها ها شودنت، وهيجي بعديها مصدر. مستر ما انا عارف الكلام ده. ايوه انا عارف ان انت عارف الكلام ده، بس الاهم انك بتنسى ان شود وشودنت دول لازم يجي قبليهم اس. مين الاس دي؟ الاس دوت اللي هو السبجكت. ادي اول حاجه عرفتها، ان انا عشان استخدم الادفايس، عشان استخدم النصيحه، اول حاجه ثابته معايا يا شباب بستخدم شود او شودنت، والاثنين دول لازم يجي وراهم انفينيتيف. طبعا انت عارف ان انفينيتيف دوت معناه الفعل ساده بدون اي اضافات. طب يا مستر انا عندي سؤال جديد السنه دي اسمه ريرايت، ما بعرفش احله. ما انا جاي لك النهارده عشان نتعلم سوا ازاي نحل السؤال ده. طيب وعندي سؤال كمان يا مستر برضو اسمه سيتويشن، اللي هو بتاع المواقف ده، مش ببقى عارف المفروض اسال ولا اتسال. عين الاثنين، طلباتك اوامر وطلباتك برضه اوامر. نركز بس كده في مراجعه سريعه وهنطبق مع بعض على طول ازاي نقدر نحل يونت 1 وكمان يونت 2. قلنا شود معناها ينبغي، وشودنت معناها لا ينبغي، والاثنين دول هيجوا وراهم انفينيتيف. في السؤال الريرايت حضرتك وحضرتك، اهم نقطه في السؤال بتاع الريرايت دوت يا شباب حاجه مهمه. السؤال اصلا في اخره بيقول لك to give the same meaning. يعني ايه to give the same meaning؟ to give the same meaning معناها انك تدي نفس المعنى. ودي اول غلطه ممكن نقع فيها، ان احنا نحل وندي معنى تاني خالص غير المطلوب. امال هو اسمه rewrite ليه؟
يبقى هو بيقول لي رايت عشان ابدي اول حاجه معايا تو جيف ذا سيم مينينج، ادي نفس المعنى. حاضر يا مستر، ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك يا سيدي ان انت تعرف شود دي بتساوي ايه وشود انت كمان بتساوي ايه. بص يا سيدي، انت عندك شود ديت، قال لك ممكن تشيل شود دي وتحط مكانها حاجه مهمه قوي، ديت بتساوي هاد بيتا. خلي بالك، وهاد بيتا دي هيجي بعديها فيرب مصدر. يعني ايه هاد بيتا؟ هاد بيتا صح معناها من الافضل، يبقى هي شود. اكتب ورايا او اسمع الشرح وبعدين وقف الفيديو وبعدين ابدا اكتب ورايا واحده واحده. يبقى شود بتساوي هاد بيتا ويجي بعديها انفينيتيف. بتساوي ايه كمان؟ بتساوي، احفظ لي دي بقى، احفظ معايا وهنطبق كله دلوقتي. If I were you I would، والاهم من كده يا رجاله ان انا لازم الفيرب بتاعي يبقى في الانفينيتيف. يبقى should ممكن اشيلها خالص واحط مكانها have better، بس الاهم هيجي وراها مصدر. وخلي بالك لما اقول لك هيجي وراها مصدر يبقى انا مش عايز هنا to. طب بتقولها ليه؟ عشان بنغلط فيها كتير. يبقى should حبتها او if I were you I would وحط وراها مصدر. ايه تاني؟ قال لك يا سيدي ان هي كمان بتساوي it's important to. it's important to، من المهم، او it's important for you to. تمام، يبقى ممكن اقول دي كده وممكن اقولها هي it's important for you to، والاهم برضو ان انت لازم تحط وراها المصدر. امين امين. طب ايه كمان؟ قال لك كمان ممكن تساوي it's best to، وقال لك كمان ان هي ممكن تساوي it's a good idea to. بس كده يا مستر؟ لا، لسه في حاجتين كمان مهمين قوي، ثلاث حاجات كمان. احفظ لي بس القواعد دي وهنطبق والله مع بعض. وكمان هتلاقي، باكد لك اهو، شرح التفصيل هتلاقي في لينك تحت الفيديو، فيديوهات السنه اللي فاتت. وكمان لو دخلت على قناه خليك الاول اللي هي بي ذا فيرست، اكتب بس على اليوتيوب كده بي ذا فيرست محمد اسامه، هيطلع لك لسته ضخمه جدا فيها فيديوهات هتسهل عليك المنهج كتير قوي. كل ده. طب ايه كمان يهمني دي بقى؟ يهمني دي لما اجي اقول لك ادفايس وي ادفايز. طب ايه الفرق يا مستر؟ ده الفرق هنا حرف، هنا بالسي وهنا بالاس. لا، ده في فرق مهم جدا في القاعده كمان. طب ايه الفرق؟ انا هنا بقول لك ادفايس بالسي صح؟ يبقى ماي ادفايس تو يو از تو وحط مصدر. طب ودي؟ اي ادفايس يو تو وحط مصدر برضو. ده كده جرامر يونت 1، بس ناقص حته صغيره سجست وريكومند وهقولها لك دلوقتي. طب ما تيجي نطبق الكلام ده دلوقتي. عين الاثنين، كلامك اوامر. لو جيت قلت لك هنا يو شود، هنطبق عليها الاكزامبل ده، هنطبق عليه القواعد دي كلها. يو شود مثلا سليب اورلي، يبقى انت ينبغي انك تصحى بدري. حلو، نعمل ايه؟ طيب هندرب مره نفسنا بهبته ومره بايف اي وير يو واتس امبورتنت واتس بيست واتس جود ايديا وماي ادفايس وادفايس. طب ليه هنعمل ده كله؟ ما احنا متفقين. كل ده بيساوي مين يا شباب؟ كل ده بيساوي شود. طيب تعال نجرب اول واحده. لو انا قلت لك هات بيتا، هات بيتا معناها من الافضل وهيجي بعديها انفينيتيف. الاهم ان انت تحط هنا سبجكت، وتعالى نشوف حلها ازاي دلوقتي. تعالى نشوف بقى السبجكت بتاعي. طيب لو هو قال لك هنا حط لي بيتا، حط من الافضل، هنعملها ازاي؟ بكل بساطه، اعتبر الانجليزي او الجرامر بتاعنا هو هو قانون الرياضه. يعني ايه يا مستر؟ يعني اي حاجه جات لك قاعده، اكتب القاعده قدامك وابدا طبق وابدا اشتغل. الولاد السنه اللي فاتت كان والله بيبعتوا لي الاجابات بنفس الطريقه اللي احنا بنعرضها قدامكم دي. طيب يو شود سليب ايرلي بيتا. طب نجرب، المستر قال لي حط قبليها سبجكت. حاضر مستر،
ايوه، ده هنا ما حطليش هاد. ايوه برافو عليك، هنا بيضحك عليك، فانت لازم تكون اذكى منه. اه ينفع على فكره. يبقى يو، ها حط القاعده بتاعتك، هي اسمها بيتا ولا اسمها هاد بيتا؟ اكسلنت. يبقى يو هاد بيتا. ها طب احط شود؟ لا. طب ليه؟ مش احنا قلنا to give the same meaning، اديني نفس المعنى؟ اه يبقى ما ينفعش احط should. يبقى you have better. طب القاعدة بتاعتي بتقول have better بيجي وراها الفعل في المصدر، فين الفيرب قدامك؟ excellent sleep. يبقى you have better sleep early. بس كده يا سيدي بكل سهولة. اه والله الموضوع سهل جدا جدا جدا. الفكرة بس حتى لو هتاخد دول سكرين شوت وتبدأ تشتغل عليها. طيب هحل معاك واحدة وانت اكتب لي في الكومنت باقي الحلول وانا هعلم لك بنفسي ما تقلقش. طيب هناخد اف، ناخد نفس الجملة بس نطبق فيها قاعدة اف. خلاص يا مستر، احنا اهم حاجة يا شباب to give the same meaning، اديني نفس المعنى. القاعدة بتاعتي بتقول if I were you، لو انا مكانك I would، خلي بالك infinitive. تمام هنكمل حلول بعد شويه ما تقلقوش. يبقى عايز اقول يو شود سليب ايرلي وعايز احط اف، خلاص هحط الرول بتاعتي او القاعده بتاعتي. القاعده بتاعتي اولها ها اف اي وير يو اي وود. هو انا كده جبت اي حاجه من دماغي؟ لا ده انت نقلت اللي هنا هنا بالظبط. انا عايزك تغش من نفسك. مستر انت بتقول لي غش؟ ايوه. مش انت يا بطل هتكتب القاعدة قدامك في الورقة؟ اه صحيح. خلاص غش من اللي انت كاتبه، من اللي انت كاتبه بس، وغش من اللي انت كاتباه بس. يبقى هنا if I were you I would، لو انا مكانك المستر قال لي I would، هيجي بعدها الفيرب infinitive. فين الفيرب؟ طبعا ما ينفعش احط should. فين الفيرب؟ sleep. يبقى I would sleep early. صح كده. خلاص تيجي نعتبر ان دول اكسرسايز ليك. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هنعتبر ان دوت الدرجة من ستة. هتحل في الكومنت نفس الجملة بس هتطبق لي عليها من دول، وحضرتك انا هقول لك انت جبت كام من ستة. متفقين؟ متفقين. وبرضه هنحل بعد شوية تاني. طيب مستر حضرتك قلت لي كده ناقص قاعدتين في يونت 1. اه ناقص قاعدتين في يونت 1. والله مش بكروتك، انا معتمد ان في شرح قديم حضرتك هتبص عليه، ومعتمد برضو ان انت هتحفظ معايا القاعده، ومعتمد كمان ان انت هتحل معايا ان شاء الله بعد شويه. طيب ناقص لي قاعده ريكومند وسجست. خلي بالك عشان ديت فيها لعبه شويه. نبدا بسجست. سجست ديت معناها يقترح، ودي هنستعملها بعد شويه في لما نيجي نحل مع بعض. واحنا بنحل هدخلك يونت 1 في 2 بس بعد ما اخلص طبعا يونت 2. سجست يا شباب معناها يقترح. خلي بالك ليها قاعدتين. ايه القاعدتين دول؟ بص يا سيدي، اول قاعده حضرتك بيجي بعديها على طول اي ان جي، من غير هنا ولا فاعل ولا مفعول ولا اي حد في اي حته. يبقى اول قاعده ليا سجست بيجي بعديها اي ان جي. بص الجمله، مثلا 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 لو جالك هنا يو شود جو تو ذا بازار، مثلا جاب لي جمله زي دي وقال لي حط يا سيدي سجست. طب هعملها ازاي يا مستر؟ بكل بساطه انا قلت سجست ليها قاعدتين. اول حاجه ودي اللي انا برجحها ان سجست هتجيب وراها اي ان جي. طيب مستر هقول يو سجست؟ لا، هو مين اللي بيقترح؟ انا. خلاص يبقى اي سجست. طيب نقف ثواني، وقفنا. انا قلت سجست بعديها اي ان جي، فين الفيرب بتاعي؟ طبعا هشيل يو وطبعا هشيل شود. الفيرب بتاعي جو، تبقى ها جوينج تو ذا بازار. طب يا مستر القاعده الثانيه، القاعده الثانيه هحطها لك في سؤال. وقف الفيديو حل الاول وبعدين قول لي حليتها صح ولا غلط. طيب الجمله هي اي سجست، دي القاعدة التانية، هي نقط فوتوز اوف ذا بيراميدز. ماشي؟ وانت قايل لك هنا تيك takes، وقلت لك كمان تيكينج.
ابعتي الفيديو وقولي لي جبتي كام في الدرجه ديت او حلتها ايه. I suggest he. خلاص يا مستر ما انا عارف انت لسه قايل حالا. suggest بيجي بعديها ing. فين التركايه؟ هقول لك برافو غلط. ايه suggest ing اهي، والله اهي. لا انا هنا قلت لك لو ما عندكش حاجه بعد suggest، ما عندكش اي بني ادم بعد suggest، يبقى هجيب ing. خلاص خلاص عرفت. انا هنا عندي هنا هي، يبقى في الحاله ديت طبعا انا متعود ان مع هي وشي وات بحط في الفيرب اس. برافو غلط. الاجابه هنا تيك. ليه بقى؟ ما هي دي التركايه الثانيه. بص القاعده بتقول لو جات لك سجست وجي بعديها سبجكت، الفيرب اللي بعدها لازم يكون فعل في المصدر مهما كان الفعل، الفاعل اللي قدامك مين. يبقى انت كده عندك سجست بيجي وراها ing. خلي بالك دي جت مرتين بس في المحافظات كلها. يبقى انت عندك هنا سجست بيجي بعديها ing، وسجست لو جه بعديها فاعل هتحط الفعل في المصدر، يبقى الاجابه هنا بتاعتي تيك. وفعلا عايز اعرف كم واحد جابها تيك صح. طيب ناقص لي ايه تاني في اليانت؟ ناقص لي جزء صغير، ناقص لي قاعده ريكومند. مستر ريكومند على فكره؟ لا على فكره ريكومند. ريكومند معناها يوصي. طب ايه القاعده بتاعتها؟ ريكومند اللي هي يوصي برضو بيجي وراها اي ان جي، او هيجي وراها ذات، او يجي وراها شخص وحط بعديها فعل في المصدر، بس هتحط قبليها تو. اديني مثال يا مستر. اهو لو جالك يو هتحط تو وبعدين فعل في المصدر. ادي مثال عين الاثنين نكتبها فوق اهو. I recommend انا اوصي going to اي حاجه. يبقى هنا عندك recommend جت هتحط وراها على طول الفيرب اخره ing، لان انا هنا ما عنديش اي حد خالص. وخلي بالك من دي اهي. I recommend انا اوصي you اهي القاعده اللي احنا قلناها اهي. You to go to اي مكان. يبقى ممكن تجاوب I recommend going، او ممكن تجاوب I recommend you to go. ندي سؤال عيني. نكتب فين السؤال؟ نكتب السؤال هنا اهو. يلا الجملة ديت عندك في المحافظات. When you go to Luxor، لما تروح اللوكسور. When you go to Luxor، اول ما تروح اللوكسور you should visit the museum. يبقى اول ما تروح الاقصر لازم تروح الميوزيوم، وقلت لك ان هو تحط لي ريكومند. وقف وحل. الجمله بتقول when you go to Luxor، دي في المحافظات وموجوده في سؤال الورك بوك، فركز كويس قوي. لما تروح الاقصر you should visit the museum، لازم تروح المتحف. قال لي حط ريكومند. مستر انا عندي قاعدتين، اجاوب باني واحده، دي ولا دي؟ حر براحتك ما عنديش مشكله. هتجاوب بدي صح، هتجاوب بدي صح. طب يا مستر اقول الاول when you go to Luxor ولا اقول ريكومند الاول؟ براحتك اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله، براحتك اللي انت عايزاه. عايز تقول when you go to Luxor وتبدا تجاوب صح، عايز تقول I recommend اهو I recommend انا اوصي visiting وتكمل visiting the museum when you go to Luxor صح. عايز تبدا الاول برضو صح. عايز تقول I recommend you to visit the museum برضو صح. تعال نشوف بقى يونت 2 بيتكلم عن ايه. زي ما شفنا مراجعة سريعة على يونت 1، برضه هنراجع مراجعة سريعة على يونت 2، وبعدين نمسح السبورة بتاعتنا ونبدأ بقى نعيش ونحل مع بعض سيتويشن على ريرايت. طيب يونت 2 كان بيتكلم على ايه؟ يونت 2 على السريع كده كان بيتكلم على حاجة اسمها countable nouns و uncountable nouns. ممكن تترجم؟ حاضر. countable nouns ديت اللي هي الاسماء
التي تعد وأنكاونتبل ناونز اللي هي الأسماء التي لا تعد. طيب زي إيه الأسماء التي تعد؟ books, tables, chairs, students, salt. salt ملح بتعد؟ excellent. يبقى salt uncountable. طب ايه كمان uncountable noun؟ uncountable noun يعني اسماء اللي انا معرفش عدها. ايه اللي معرفش عده؟ الهي الشع، ممكن معرفش عد الوتا المية، ما بعرفش عد الماني. مستر انا بعد الفلوس؟ لا، احنا بنعد الباونز الجنيهات، وبنعد كمان البياسترز. احفظ واحفظي ان كلمة money uncountable noun، اسم لا يعد. هو احنا بنروح نقول للراجل اديني باربعة فلوس جبنة؟ لا طبعا. يبقى خلي بالك كلمة money uncountable. طب ايه كمان من الحاجات الكاونتبل اللي مهم جدا انك تعرفها؟ انك تعرف لي كلمة people. people معناها ناس. مستر ما فيهاش اس. ايوه، ما هي جامعه اصلا، والمفرد person شخص. يبقى هنا في الغالب اي حاجه اخرها اس. طب عندي حاجات ما ينفعش احط لها اس اصلا، زي man، صح الجمع بتاعها من woman. خلي بالك woman دي جت قبل كده مره في محافظه، يبقى الجمع بتاعها women. خلاص كده. وقلنا uncountable noun زي salt، water، السليب. خلي بالك عشان ديت عندي في المحافظات، سليب اللي هو النوم. وكمان عندي في المحافظات كلمه انترست اللي هي معناها الاهتمام، اللي هو ده الجانب بتاع الديتكتيف ستوريز، بيبول هاف ليس انترست. ايوه كده. يبقى انا كده عرفت الكاونتبل وعرفت الانكاونتبل. طيب حلو، ايه المطلوب؟ المطلوب من حضرتك تعرف، والمطلوب طبعا من حضرتك تعرفه حاجه مهمه، هستخدم ايه مع الكاونتبل وهستخدم ايه مع الانكاونتبل. مستر ممكن اطلب من حضرتك طلب بعيد عن المنهج، مش ملوش علاقه باللي انت بتتكلم فيه؟ اطلب. مستر هو انا ازاي هكتب باراجراف من 110 كلمه؟ صعب، سؤال مهم. لو انت دخلت على الليست اللي انا قلت عليها اللي على القناه، هتلاقي القناه بخليك الاول، هتلاقي ازاي تكتب باراجراف من 110 كلمه من غير ما تفكر. وعد مني مش هيخرج براهم الامتحان، شيل هم الباراجراف على جنب. يبقى الكاونتبل والانكاونتبل مهم جدا انك تعرف الاسئله دي بتيجي مع ايه، او الكاونتبل والانكاونتبل بيجي مع ايه. بص احفظ هنا ميني، قصادها الناحيه الثانيه ماتش. احفظ كده ميني قصادها ماتش. طيب يبقى هحفظ هنا فيو، يبقى قصادها الناحيه الثانيه ليتل. فيو معناها قليل، وليتل برضه معناها قليل. طيب احفظ هنا فيور معناها اقل. بص اللي انا هكتبها لك دي في الغالب، في الغالب بيجي معاها ذان. لازم؟ لا مش لازم، بس في الغالب. يبقى انت لو لقيت ذان مع countable noun مع اسم يعد، يبقى في الغالب حضرتك بتاخد فيور. طب قصاد فيور الناحيه الثانيه حضرتك بتاخد لس، معناها اقل برضو يا مستر. في الغالب، في الغالب بيجي معاها ذان. طيب ايه كمان؟ انا قلت هنا فيو وقلت هنا فيور، هنقول كمان هنا ذا فيوست. يبقى خلي بالك عشان بتتلخبط شويه في التشوز، عندك هنا اي اس تي صح؟ يبقى في الحاله دي باخد ذا. طب قصادها الناحيه الثانيه هاخد ده برضو، بس least الاقل. وعندك حاجة مشتركة ما بين الاتنين، عندك كلمة more معناها اكثر، وكمان عندك حاجة مشتركة، عندك كلمة the most معناها الاكثر. طيب مستر الحاجات دي كتيرة. ما انا عارف ان هي كتيرة مستر، انا مش هقدر احفظ فيو فيور وذا فيوست، ولا هقدر احفظ ليتل ولس وذا ليست. هتوه، هنسى. تعالى هقول لك على حاجه انا قلتها السنه اللي فاتت وهفضل اقولها. انت عندك هنا اف 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 صح؟ خلاص احفظ ان مع الكاونتبل ناون اي حاجه فيها اف، وافتكر الكلمه ديت عشان هنعوزها بعد شويه واحنا بنحل. يبقى مع الكاونتبل ناون اي حاجه فيها اف اهو، فيو فيور ذا فيوست اهو، اف اهو، ثلاث افات مع الكاونتر. طب طلع لي هنا بقى شغل رياضه، العامل المشترك. العامل المشترك اهو عندك ال
ال ال يبقى معنى كده ان اي حاجه فيها حرف ال ال بس. يبقى انت كده حفظت مع الكاونتبل اي حاجه فيها اف، وهنا مع الانكاونتبل اي حاجه فيها ال. مستر انا فهمت، بس لو سمحت انا عايز احل عين الاثنين. تعالى ناخد جمله على جنب. انا كده بفهمك اهو، بحط لك القاعده، خدها سكرين وحل معايا. حاضر. لو انا قلت لك هنا مثلا، مثلا نقول مها has more sandwiches. الدي سايلنت يا رجاله. مها has more sandwiches than Russia. خلاص كده؟ ماشي. وقمت قايل لحضرتك حط هنا fewer. مش هعرف احل. والله هتعرف تحل لو ان شاء الله يعني سمعت الكلام. مها has more sandwiches than Russia. الجملة دي فيها كم شخص؟ احسب كده معايا، انا عندي مها وعندي مين؟ عندي رشا. طيب بص لي كده هنا، مين دي؟ دي مور. ماشي، معناها اكثر. بص لي هنا كده، فيور معناها اقل. عندي شخصين صح؟ اعكس الجمله كده، عكسها. يعني ايه؟ يعني هات لي رشا في الاول، اهي الست رشا جت اهي في الاول، يبقى رشا. كمل كمل. هاز رشا هاز مور فيور. لا اوعى تهبط بالطريقه دي. ايوه انا ما ينفعش احط مور مع فيور، يبقى رشا هاز فيور. كمل جملتك. ساندويتشز ذان مها. هو انا عملت ايه؟ هقول لك السر بتاع اليونت ده. حاجه صغيره قد كده، حاجه سيكه قد كده. عندك شخصين صح؟ اعكس، هات اللي في الاخر ده في الاول. رشا هاز فيور ساندويتشز ذان مها. الجمله خلصت. يبقى التركية لو عندك اتنين شخصين، ازازتين، عربيتين، موبايلين، اي حاجة فيها اين في الاخر، يبقى معنى كده ان كل اللي مطلوب منك انك تعكس. طب ناخد جملة كمان. حاضر. I don't have much time. ما عنديش وقت كافي. وقلت لك حط هنا little. مستر هاكس تعكس ايه؟ اتقل بس. طب ركزي معايا كده. I don't have much time. انا ما عنديش وقت. انا مش عايزك تترجم اصلا. انا عايزك تفهم هحل ازاي. لان التفاصيل قلناها خلاص. انا ما عنديش وقت كافي. قلت لك حط مين؟ ليتل. طب انت هنا في الجملة ديت عندك كم واحد؟ اي عندي واحد بس. خلاص ماشي. طب عندك واحد بس والجملة بتاعتك شوفها لي كده positive or negative، مثبتة ولا منفية؟ عينك هنا منفية. خلاص شيل النفي وشيل ماتش، حط ليتل. I have little time. Thank you very much. خلاص خلصت. ايه ده والله؟ والله دي الفكرة بتاعت اليونت كله. جاب لك اتنين اعكس الجملتين، جاب لك واحد منفي خليها مثبت. طب يا مستر جات لي مثبتة، خلاص انفي. وكل ده هنتدرب عليه حالا. ده بس اليونت، ناقص حته صغيره بس بتاعت السيتويشن بتاعته. السيتويشن كل اللي يهمني فيه انك تعرف لي كلمه فيل. فيل معناها يا شباب يشعر. ويهمني كمان في كلمه فيل اللي هي يشعر ديت، ان ديت هيجي بعديها ادجكتيف. ادجكتيف معناها صفه. طب احفظ لي بس دول حالا حالا. بص هنا فيل اهي. انا بقول في اليونت ده او لما يجي يقول لي اكسبريس يور فيلينج، عبر عن شعورك. حضرتك بيبقى قدامك حاجه من الاثنين، يا اما بيبقى قدامك او قدامك شعور ايجابي، يا اما بيبقى قدامكم شعور سلبي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يجي يقول لك يو وان ذا ريس، انت فزت بالسباق، هتقول له ايه؟ يبقى اي فيل. اي فيلت بقى عشان الاجابات كلها هتبقى في الماضي. اي فيلت هابي، انا بقيت مبسوط قوي والله يا بيه. ممكن تقول له براود، فخور. ممكن تقول له بليزد، مسرور. قول له اي صفه كويسه. ده لو قال لك صفه كويسه، يعني مثلا زي ما قلت يو وان ذا ريس. طيب لو قال لك بقى صفه وحشه، لا قدر الله، يعني هي فيلد ذا اكزام، سقط في الامتحان. قال لك يو سو ا سنيك، يبقى اي فيلت ورد، إليت، فرايتند،
بقيت خايف اي شعور من دول براحتك، بس مهم قوي انك لازم تشوف الجملة اللي قدامك. الفيلينج بتاعك happy or sad كده. يونت 2 ويونت 1 تعالوا بقى نحل كل التدريبات اللي عليهم. زي ما عرفنا دلوقتي سمري سريع على يونت 1 ويونت 2، هجيلك كده اهو وقف الفيديو وقول لي جبت كام من 10 في المكسات. المكسات دي يعني تشوز على سيتويشن على الرايت حاجه كده، ايه تلمنا الدنيا. وقف الفيديو وعرفني جبت كام بعد ما نخلص. طبعا انا مش هستناك، انت وقف وحل. تعالى بقى المفروض دلوقتي ان انت بتصحح معايا واكتب لي الدرجه بتاعتك لو سمحت. يو شود ولا مي ولا ماست ولا شودنت درينك ووتر فروم ذا كانال. تعالى اعلمك حاجه الاول في سؤال التشوز بالذات. هتعلمني ايه؟ حدي بادي طبعا. لا 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 اتقل بس كده، لا مش حدي بادي. في سؤال التشوز لما تيجي تحله، اول طريقة مهمة معانا ان انت لازم تحل باي ديليشن او بالاستبعاد. يعني ايه مستر باي ديليشن او بالاستبعاد؟ يعني شوف اللي ما ينفعش. طب تعال نشوف. انا هنا بقول لك يو شود ولا مي ولا ماست ولا شودنت درينك ووتر فروم ذا كانال. دي حضرتك اللي هي الترعة. يبقى ايه اللي ما ينفعش؟ اللي ما ينفعش طبعا ماست ولا مي وطبعا ولا شود. يبقى الاجابة بتاعتي شودنت. بص الاستبعاد ريحني تماما. طيب تعالى بقى ناخد حته للرايت. يو شودنت جو تو بيد ليت. حل الاول قبل ما انا ما احل. احنا قلنا من شويه ان سؤال الرايت لازم ادي ذا سيم مينينج. ذا سيم مينينج يعني لازم تخلي بالك من نقطه مهمه قوي. ايه يا مستر؟ انا عندي هنا رجاله عندي ديت ايه؟ شودنت يعني الجمله نيجاتيف، يعني الجمله منفيه. طالما الجملة منفية يبقى حضرتك لازم تنزل اللي ما بين الأقواس ينزل منفي. طب ليه؟ لأن الأساس بتاعي to give the same meaning، عشان تديني نفس المعنى. طيب القاعدة بتقول إن أنت عندك habit هيجي بعديها قبلها subject وهيجي بعديها verb في المصدر. أنا عايزك تقلدني اكتب القاعدة كده. يبقى you اللي خدته اشطب عليه عشان ما تنساش. should أنت هتنزل؟ لأ بس يا مستر دي نفي، وحضرتك من شويه ما قلتليش حبت في النفي، ما انا عشان كده جايبها لك. يبقى يو هاد بيتا. خلي بالك بقى الجمله دي يا رجاله منفيه، يبقى هاد بيتا نوت، وقلنا هيجي وراها مصدر يبقى هاد بيتا نوت جو تو بيد ليت. طيب انا شايفك دلوقتي وانت بتفكر وعايز تقول لي يا مستر طب انا حليتها يو هاد بيتا جو تو بيد ايرلي. صح ما تقلقش، لان ده to give the same meaning. معاك حل ده ومعاك حل ده، حل باللي يريحك. طالما بتهبط في المضمون فانت في امان ما تقلقش. You should study hard. انا عايز احط advice، وخلي بالك دي ام اس مش ام سي. طب القاعدة كانت بتقول، القاعدة كانت بتقول ام اس ديت، يبقى هحط هنا I وبعدين you وبعدين to وبعدين فعل في المصدر. عايزك تقلدني بالظبط، عايزك تقلديني بالظبط. احط القاعده قدامي علشان اقدر اشتغل صح. طيب هشتغل، هشيل مين؟ هشيل شود واحط مكانها اي، واشيل طبعا يو. يبقى اي ادفايز اهو. هكتب القاعده غش مني منك. ايوه غش منك اهو. يبقى اي ادفايز يو. انا بغش اهو تو اقف بقى. المستر قال لي هنا انفينيتيف، فين الانفينيتيف بتاعي؟ ستادي ولا هارد؟ او ده كلام برضه، يبقى ستادي هارد. صح جدا. طب ايه ده؟ ده سؤال سيتويشن. ما احنا قلنا بقى هنا ميكسات. يور سيستر وونتس تو لوك ات ذا سن. تعال اقول لك او اعلمك او اعلمك او نتعلم احنا الاثنين سوا ازاي احل سؤال السيتويشن. خد مني الكلمة ديت وركز فيها وهتلاقيها هي اللي بتساعدك بالظبط في حل سؤال السيتويشن. علشان تقدر تحل سؤال السيتويشن صح، عينك دايما على أول كلمتين أو آخر كلمتين. طب ليه يا مستر؟ في الغالب هما اللي فيهم طريقة الحل. أنا هنا بقول لك يور سيستر أختك wants to look at the sun، عايزة تبص على الشمس. قلت لك هنا إيه؟ advise هي انصحها.
طيب انا عايز انصح واختي بتبص على الشمس، اقول لها روحي بصي ربنا يوفقك؟ لا طبعا. طب يبقى هنا لازم انصحها نصيحة كويسة. طب استخدم ايه يا مستر؟ انت في اول الفيديو قلت لي على حاجات كتير يا سيدي، استخدم اللي انت عايزه، استخدم اللي انت عايزاه، والله كله هيبقى صح، بس اكتب القاعدة صح. يبقى يو shouldn't. طيب انت عندك هنا wants to look، يبقى يو shouldn't look at the sun. اهم حاجة القاعدة يا شباب تكون صح. اوبا suggest، انا تهت، انا ضعت، انا مش عارف احل. هتعرف تحل. هقول لك على حاجة حلوة قوي. You suggest going to the bazaar. معنى الجملة انت بتقترح انك تروح للبازار. احلها ازاي يا مستر؟ انت قلت لي ان انا عندي قاعدتين للسجست، واحده باي ان جي، واحده كده مش فاكرها، لو جه بعديها فعل يجي في المصدر. احل ازاي؟ بص تعال تعال، شايف يو دي؟ خليها لي اي. كمل جملتك. اي سجست جوينج تو ذا بازار. ثانك يو. بس كده، هي ده الحل بتاعها. والله. طب مستر انا عايز اقول ليتس جو تو ذا بازار، انت حر قول. عايز اقول وي كان جو تو ذا بازار، انت حر قول. عايز اقول وي كود جو تو ذا بازار، انت حر. وات اباوت، هاو اباوت جوينج تو ذا بازار، انت حر. كل ده بدرجه ودي برضو بدرجه. الاسهل لك حل بيه، مش فارق معايا، انا بس بديك هنت، بديك المفتاح اللي يقدر يحل معاك لو انت اتزنقت. نفس الفكره. ها يو ريكومند بوت تريب اون ذا ناين، انت بتوصي. ايه ده نفس الفكره؟ يعني ممكن اشيل يو دي واخليها اي واكمل. صح صح والله يا اولاد، صح كمان يا بنات. يبقى I recommend a boat trip on the Nile. انا بأوصي برحلة بالقارب على النيل. طب مستر ممكن اقولها اي حاجة تانية؟ I recommend going a boat trip. ممكن، مفيش مشكلة. وممكن كمان تقلب يو، خليها اي وكبر دماغك، ما كل درجة. تعال يعني 2. March has more days than July. شهر مارس في ايام اكتر من شهر 7. عد بسرعة، عندك كم حاجة؟ عندي حاجتين، مارتش ومين وجولاي. طب قلنا في مارتش وجولاي، او قلنا لما يكون عندك حاجتين بعمل ايه؟ اعكس صح. تبقى جولاي has more fewer. لا طبعا. يبقى fewer days than March. يبقى جولاي في ايام اقل من شهر مارس. يبقى لما يكون عندك حاجتين اعكس الكلمتين، احفظ دي. People drink، هعلمك حاجة حلوة قوي هنا. People drink نقط، ماليش دعوة بالنقط، water يهمني دي. When it's very hot. طيب ليه أنا وقفت على دي؟ دوت يونت 2 ماشي، وقلنا يونت 2 في الـ countable والـ uncountable ماشي. طب الـ water دي countable ولا un؟ بعدها لا ما بتعدهاش، يبقى ديت uncountable noun. طب يا مستر فكرني كده. ايوه احنا قلنا مع الانكاونتبل نون اي حاجه فيها ال، شيل اللي ما ينفعش. ما ينفعش حاجه فيها اف، ما ينفعش حاجه فيها اف، ومني طبعا انا عارفها، يبقى الاجابه بتاعتي ماتش بالاستبعاد. يبقى الاستبعاد هو الحل، انك تشيل هتحل الجمله اكتر، اسرع كمان. طيب اللي بعديها not many people like detective stories. الجمله دي موجوده في كتاب المحافظات، موجودة في كتاب الورك بوك، مهمة قوي. مش ناس كتير بتحب الديتكتيف ستوريز. عندي كام واحد في الجملة؟ Not many people like detective stories. عندي واحد. خلاص. الجملة مثبتة ولا منفية؟ منفية اهو. اهو والله. Not many. احنا قلنا نعمل ايه؟ قلنا نشيل النفي. خلاص. يبقى few. بس. فيش اي حاجة تانية. يبقى few people like detective stories. في مشكلة؟ لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنت، هرد عليك والله ما تقلقش. You saw a snake express your feeling. انت شفت ثعبان، عبر عن شعورك. اوعى بقى تقول لي I felt happy. لا، انا هنا لما اجي اقول لك express your feeling، عبر عن مشاعرك، يبقى انا هنا يا شباب انا محتاج انك حضرتك تقول لي I felt، انا حسيت. يا اما لسه قايلين من شويه، يا اما شعور كويس يا اما شعور وحش. طب حضرتك شفت سنيك، حضرتك شفت ثعبان، وخلي بالك سنيك مش سناك، سناك معناها وجبه خفيفه.
يبقى هنا you saw a snake, express your feeling, عبر عن شعورك. طبعا احنا بنشوف التعابين بنجري، وطبعا احنا عارفين بقى هنقول ايه. يبقى في الحالة ديت I felt frightened او worried. اوعى تقولها proud، لا طبعا. يبقى I felt frightened. عايز تكتب اي صفة تانية اكتبها، انا ما عنديش مشكلة في اي اجابة. خلي بالك سؤال السيتويشن من اكتر الاسئلة اللي مضمونة عندك في المنهج، لان اي اجابة في خلال المضمون هي اجابة صحيحة. يبقى احنا الحمد لله في الحلقة دي رجعنا على يونت 1 وكمان رجعنا على يونت 2، وعملنا ميكسات كده هوت تلم منا برضو يونت 1 ويونت 2. لو عندك اي question اكتبه في الكومنت. See you next time ان شاء الله.